تتابعوا الحلقة دي ديجيتالي أو أونلاين، وكل سنة وانتم بألف خير. أول حاجة بقى في 2018 فيلم نزل السينما جديد، ما بقالوش 3-4 أيام، إنما الحقيقة الصدى اللي بيحققه مع أولى ساعات نزوله دار العرض تخلينا نتكلم عنه وبحماس شديد جدا. طلق صناعي بعد الفاصل. كان عنده طلب بسيط، مراتي تقعد نص ساعة في الحمام، وكل اللي موجودين في السفارة الأمريكية رهائن عنده. وفي أي مشاكل في الفيلمين تفضلوا كلموا، يعني أي مشاكل حلم ما يخصوش. واحدة ست لبنانية قاعدة تعيط نص ساعة، اسمك سعيد لانشون ده اللي بتاخد عليه الرقم الكبير؟ أيوة ده اللي إيه ده، أنت كان عندك واسطة جامدة خالص على فكرة. أنا اكتشفته لما عمل كده إنه ممثل هاي بس بخاطر أنت متعلم في الداخل، داخل الداخل. المشهد ده واحد من أطول المشاهد يمكن اتصورت وان شوت. في 400 ممثل عدوا قدام الكاميرا في المشهد ده. أنا لما دخلت عين شمس ما كانش اتولد، ما كنتش أصلا فكرة يقولهم لي أضحك عليهم هنصور ده يا أستاذ أقول له لا. تحورت ساعتها 98 دي كانت قصة يعني أسطورية. أتخانق؟ أتصال عليك أميزنج يعني. أنت سرقت الكاميرا من مصطفى. عايزين الكاميرا بقى معلش. والله يا ابني ما أنا فاكر إيه. أنا عرض لكم واحد من أحلى المشاهد في الفيلم وإكسكلوسيف وحصرية. وهنحرق لكم الفيلم قبل. لا 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 الفيلم هيتشاف هيتشاف. مواطن مصري اسمه أحمد فتح الباب راح المجمع، كان عنده طلب بسيط، طلب اترفض فجأة وهو مش عارف ازاي، لقى في ايده سلاح واخد كل اللي في مجمع التحرير رهائن، ألم وحيد حامد صاغ واحد من أجمل الأفلام اللي أنتجتها السينما العربية على الإطلاق اسمه الإرهاب والكباب. لما استعرض أحلام ومشاكل ناس كتيرة جدا، ناس مصريين عاديين، حاجة لها علاقة بالقهر، حاجة لها علاقة بسوء استغلال النفوس، حاجة لها علاقة بعدم القدرة على تحقيق الأحلام البسيطة، ولما كل الأحلام تتلخص في كيلو كباب. فيلم من أبدع الأفلام اللي اتعملت واللي ساب بصمة طبعا لحد النهاردة. الفيلم ده وبالرغم من كتير من التفاصيل المؤلمة اللي موجودة فيه إلا أنه بينتهي نهاية سعيدة. سنة 2018 أستاذ حسين عبد السلام أمين برضو مواطن مصري كان عنده طلب بس من السفارة الأمريكية، وفجأة ما تفهمش إزاي لقى في إيده سلاح وكل اللي موجودين في السفارة الأمريكية رهائن عنده في فيلم اسمه طلق صناعي. الطلب كان بسيط، إنه ياخد فيزا يسافر بيها أمريكا عشان مراته الحامل في توأم تولد هناك، والعيال ياخدوا الجرين كارد، والعيال ياخدوا الجنسية الأمريكية. حلم ما يخصوش، حلم يخص ولاده. ولما ما ولدتش، لما الطلب اترفض، اضطر ان هو يخليها تولد بطلق صناعي. فيلم وانت بتتفرج عليه في السينما هتلاقي نفسك بتضحك وبتعيط في نفس الوقت، يعني قبل ما تمسح الدمع هتلاقيك عمال تضحك على موقف كوميدي جدا يلمسك ويلمس ناس حواليك كتير. طلق صناعي صنعه آل دياب، ثلاث اخوات بقوا من اهم صناع السينما المصريه كتابه واخراجا. خلينا نحتفي بيهم ونرحب بيهم، شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب. محمد دياب المخرج الكبير، شيرين المؤلفة الشهيرة، والمخرج خالد دياب. أهلا بك، أهلا بحضرتك، اتفضل. عندي كلام كتير جدا، الفيلم زحمة وكتير، بس كمان عايزين نستقبل ضيوفنا. ياريت. خلينا نستقبل موظف السفارة الأمريكية، الموظف اللي بيبص لأي واحد مصري متقدم ياخد التأشيرة من فوق لتحت، وفي غالب الظن هو مش عايز يديله التأشيرة، هو مش بس كاره اللي بيتقدمه في السفارة، إنما كمان كاره زمايله في السفارة الأمريكية، الفنان أكرم الشرقاوي. مبروك، اتفضل. عزلت الناس؟ طبعا لازم. قالوا لك اشرب كميه غلاسه عشان الدور. كنت هايل في الدور حقيقة. كل اللي مثلوه. قبل ما اكمل لازم اقول انه الصناع دول كانوا محظوظين جدا بالتاكيد بموهبتهم، انما كمان بكل الممثلين الكتير جدا اللي مثلوا في الفيلم ده،
كتير بالدرجة تخليك كده وانت قاعد بتتفرج مش عارف تعجب بده ولا بده ولا دماغك تتشغل مع الأداء ده ولا الأداء ده. حاجة يعني تمثيليا رائعة. خلينا نستقبل نجم واحد من أبطال الفيلم ونجم من نجوم مسرح مصر، واحد بالموهبة يعني متدفقة معاه بشكل رائع جدا سواء على خشبة المسرح أو على شاشة السينما. والحقيقة أنه قال دياب أعتقد أنهم حطوه في قالب رائع جدا، خلى كل اللي بيتفرجوا على السينما يبقوا دايما منتبهين وماشيين معاه مشهد بمشهد. الشهير المبتسم الموهوب مصطفى خاطر. فنان مصطفى خاطر تعالى هنا خد. ده كان دكتور واسمه اسمك سعيد لانشون. من اجمل الطلات في الفيلم. اهلا بيك يا مصطفى. ربنا يخليك. اهلا بيك انت. معانا كمان دوله رئيس الوزراء في الفيلم طبعا، اللي في النهايه في كتير من الطيبه والخبره والاعتماد على وزراء مهمين كانوا في الفيلم. هو مش بس رئيس وزراء في الفيلم، انما هو بمكانه رئيس وزراء في عالم التمثيل. الممثل المخضرم الرائع عبد الرحمن أبو زهرة. سعداء بوجودكم جميعا، سعداء بوجودكم، وبأهدي كل التقدير والإعجاب للرائعين اللي مثلوا معاكم في طال إصناعي. أبتدي منين؟ أبتدي من خالد دياب. أنت اللي عملت العاملة. لأن هو البداية العاملة إحنا التلاتة، يعني بداية الفكرة طبعا الكتابة. أيوة بس العاملة الفكرة نفسها بتقلي كان في حد فيكم. هو نصاب مش هو. بس هو 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 صاحب معظم يعني افلامنا بيبقى افكاره. هي كلمه عامله خوفته فتنصل. لا والله عايز انت بتفضل. برافو عليك. فكره فكرته وفكره كانت اشتراك فكرته. فيعني لو في اي مشاكل في الفيلمين اتفضلوا كلموا. يعني اي مشاكل في اي حاجه بعتوا على باعك على طول. بوكس واقف بظهره. ايوه. لا بصي احنا حقيقي بنعمل لو حد طلع بفكره فحد تاني بيقول بيكمل الفكره فيصعب في الاخر خالص تقولي فكره مين حقيقي يعني. والفكره دي مش سطر، ده ازاي تعمل فكره تخليها ساعه ونص. فحتى الافكار في عالم البيع والشراء افكار بتتباع بارقام مش كبيره. السكريبت هو الصعوبه كلها في السكريبت. فازاي لما اقول فكره او حد فينا يقول فكره في سطر نحولها لسكريبت 90 دقيقه وده اللي بتاخد عليه الرقم الكبير. ايوه ده اللي ماشي 1000. ايوه ده حد في اللي موجودين هنا قدم قبل كده على تاشيره امريكا؟ مين اترفضت مره او كده؟ ايه ده ما شاء الله. اكرم بس اتحبي. قدمت واخدتها. بعد قد ايه؟ في ساعتها امريكا بيسالوكي كام سؤال كده وبعدين تمام. ايه ده انت كان عندك واسطه جامده خالص. هم كده والله. لا مفيش واسطه ولا حاجه. لا ازاي بقى؟ امريكا بيقولك في ساعتها اذا كنت ريجكتد. ريجكتد ولا لا؟ بس قصدي انه هو في معظم الاحيان ريجكتد. يعني قصدي انه كنت رايح ادرس فكان بعتين انفيتيشن. انت بتعلم في الخارج؟ كنت زمان. يعني كنت ما هو التعليم بيفضل. يعني تعلمت في الخارج ولا ما كملتش؟ هو سامر كورس مش يعني نسي الحاجات دي خلاص. مصطفى خاطر انت متعلم في الداخل. داخل الداخل. مدارس حكومي، جامعة حكومي، كل حاجة حكومي. حتى كنت بمثل في مسرح الدولة يعني داخل الداخل. مصطفى
خاطر من اشهر خريجي كليه حقوق جامعه عين شمس وواحد من اقطاب المسرح الجامعي في جيله او في دفعته. صلاح عبد الرحمن ابو زهره فنون مسرحيه. لا واداب عين شمس. اداب عين شمس؟ ايه ده يعني انتوا كنا مع بعض في ال لا انا لما دخلت عين شمس ما كانش اتولد وما كنتش اصلا فكره. مين فيكم كان في السفاره او جات له الفكره فكره انه ايه ده لو طفل اتولد في السفاره ممكن ياخد الجنسيه؟ الفكره اصلا كانت زي نكته كده بيني وبين مراتي. كان لان انا اصحابنا عايزين يولدوا في امريكا ومعهمش تمن ان هم يولدوا بره، فقعدت اعمل كده برين ستورمنج ليهم ازاي يولدوا من غير ما يدفعوا ولا مليمه. فاحد الافكار جات لي ان ايه ياخد مراته وهو في امريكا ويوديها الاسم للبوليس يوم الولاده، فيضطر البوليس بقى يقول لها يبلغ عنها ان هي سرقت اي حاجه من البيت. اعوذ بالله. فذكر كده في زاري يعني، فيضطر البوليس ان هو يولدها عندهم بقى. وقعدت اعمل فكره ورا فكره، طب ازاي تولد من غير ما تدفع ولا مليم؟ طب لو اتولد في السفاره في مصر. وضحكنا عليها وقلنا دي هتبقى، انا قلت لها ساعتها دي هتبقى فكره فيلم اوعدك، بس اقعد بقى مع محمد وشيرين ونحولها لسكريبت واكتبوها لي يعني. يعني هي كانت جوك ضحك طبعا. لا بس طبعا وراها عقليه اجراميه كبيره. بعد كده بقى بعد كده في عقليه اجراميه في الموضوع. ما ممكن بقى العقليات دي هم المجرمين مش هم هم اللي مجرمين. قولي لي يا شيرين طلق صناعي، الفكره ان هو لما قال الجوك دي كلنا متخيلين انها ده الحلم بتاع كل البني ادمين اللي في الدنيا، ان حد يامن مستقبل ولاده. كل البني ادمين في دول العالم الناني. صح صح صح. عايز اقول لك ان احنا في دبي كان اللي بيتفرجوا علينا مش بس مصريين، كان في عرب كتير جدا. لقينا ان رد فعلهم على الفيلم رهيب، زي كانك في مصر بالظبط. الناس عندها نفس الحلم ونفس مختلفة. المشاكل بالظبط. واحده ست لبنانيه قاعده تعيط نص ساعه، لو مش عارفه تسلم مش عارفه تقول ايه عيني، غير بعد ما خلصت عياط نص ساعه بدات تتكلم. اعتقد ان السفاره الامريكيه يعني المشهد بتاع الانترفيو ده بيبقى مشهد صعب شويه، مهين. الواحد في ناس، انا اعرف ناس ركبها بتخبط وهم قدام السفير اللي هو اندرو. اللي هو انا قدمت على الفيزا، فيزا سياحه سنه 98 خدتها، وقدمت على فيزا طالب وخدتها برضو. بس المشهد نفسه فكره انك ممكن يتم رفضك من دوله انك ما تخشش، تبقى انت قاعد خايف، واللي بيجي له رفض ده بيبقى حاسس كده ان هو مرفوض او هو منبوذ كده، لانه الرفض من السفاره دي وكانه رفض من كل سفارات العالم. صح. يعني هو ليبلنج، هو بيعلمك ان انت أيوة غير مرغوب فيك في الدنيا، انت موصوم. ايوه. نقطه بس على 98 دي، انا وهو كنا طلبه في الجامعه وكان حلم بقى ان احنا نسافر امريكا، وبابانا وماما ما رضيوش خالص. فيعني لدرجه احنا في الاخر رحنا خدناها بنفسنا، فعملنا فعلا كاركتر، لبسنا كاركتر وعملنا لبسنا كاركتر ان احنا يعني 100% ازاي بتقعد تتدرب ان انت هتقول كلام وتبقى باين ان انت انسان هترجع. بس الكوميدي بعد ما سافرنا، وكان قصه كبيره جدا لما سافرنا احنا بإسماعيلية، رجعنا في المطار لقينا ناس بإسماعيلية ما نعرفهاش مستقبلانا. دي تحورت ساعتها 98 دي كانت قصه يعني اسطوريه، ان في اربع شباب كنا اتنين واتنين تانيين، ان احنا رحنا بقى امريكا ورجعنا. دي كنا فاهمين حدث، لقيت ناس ما اعرفهاش جاي تسابني في المطار انا والراجل ده اتزفى. هم عايزين قصه ساعتها كان بيسالوهم على الناس اللي ما رجعتش. هم عايزين في ناس قرايبهم راحوا وما رجعوش. انا ما حسيتش باي مهانه او اي متاعب وسافرت امريكا. هقول لكم ليه. كنت بعمل مسلسل مع عمر الشريف الله يرحمه، وكان في تصوير هناك، فالشركة عملت كل حاجة وأنا دخلت فنان نجم. ما حصلش حاجة خالص، ولا قالوا لي أنت مين ولا اسمك إيه، ولا وقفت في الشباك. بس عايزين نعرف الكلام ده كان سنة كام؟ بس سنة كام؟ والله يا ابني ما أنا فاكر إيه. أولا بشكر جدا صناع الفيلم إن هم بيختصوا المشاهدين بتوعنا سواء جوه استوديو أو بره استوديو بالأفان تتر، اللي هو المشهد اللي بيبقى سابق لاسم الفيلم والتترات.
ده المشهد اللي بدي لك خلفية أو بدي لك تحضير تأهب أنت هتتفرج على إيه. المشهد ده واحد من أطول المشاهد يمكن اتصورت وان شوت ما فيهوش كات واحد. هو مشهد طويل ومتعب وكان فيه تحدي وكنت عاملين وان شوت ليه؟ أنا كنت عامل وان شوت ليه؟ الوان شوت بيدي حياه وبيدي تبقى المشهد طبيعي تحس كده ان هو حقيقي وطبيعي. فقعدت ايه بيج ورا بيج الاقيهم مكملين ومش عايز اقطع مش يعني احساسي ان القطع هيسبب ان انا هقطع الحلقه. وشجعني بقى كل الممثلين ان هم كانوا عندهم يعني حكيت لهم الحدوته انك تعمل مشهد شوت يعني واحد فيه 11 دقيقه فكل واحد لازم يحفظ دوره بالثانيه سبيشلي لما يكون المشهد فيه اكشن وفي 400 ممثل عدوا قدام الكاميرا في المشهد ده فلازم كل واحد يبقى سينكرونايزد هيخش امتى وهيقول الجمله امتى وهيتحرك امتى عشان المشهد ده يبقى مظبوط. ومش عاملينه استعراض خالص حتى هتلاقي ان محدش بيحس ان هو وان شوت خالص يعني لما قلناش وان شوت محدش عارف خالص ان هو وان شوت. كل هيتفرجوا على الفيلم هيشوفوا المشهد ده قبل التترات وهو مشهد مهم بيأهل الناس كتيره للفكره اللي صنعوها ضيوفنا. بعد الفاصل هنعرض لكم واحد من مشاهد الفيلم. بعد الفاصل نرجع. تعبت قوي انت في المشهد على فكره انا اكتشفته لما عمل كده انه ممثل قال لي انا هعمل الفيلم عشان المشهد الفلاني. المشهد الفلاني ده اتشال من الفيلم وده كان سبب نجاحه. ايوه هنعرض لكم واحد من احلى المشاهد في الفيلم واكسكلوسيف. قعدت ادور على الشخصيه لقيتها في اخر الفيلم. صلى على النبي يا جماعه. يقولهم لي اضحك عليهم هنصور ده يا استاذ. اقول لا انا عايز الناس تصدق انك دكتور. بقى عندي مشكله حقيقيه. الانسان يساوي منشد. يا رب يخليك يا رب يخليك. الفيلم تنزل التترات وما بيضيعش وقتك كتير. بيقول لك الاول انا مش هضيع وقتك في الفكره والخطه. انت المشاهد وهما صناع الفيلم فاهمين الحيله كلها والفكره كلها. هو بيدخلك في التفاصيل اللي بعد الفكره او اللي بعد الحيله. خد يومين المشهد ده. الوان شوت اخد يومين؟ ما هو ده خد بروفا. لا كان في بروفا يوم وتصوير يوم. خد بروفا يوم. كل واحد لازم يبقى عارف مكان ده حاجه كبيره مش حاجه صغيره خالص. يعني بعد كده المسرح. انت كنت المفروض بتعمل ايه وانت في الشوت ده؟ كان ماجد رفع كانت مراته بتولد في الحمام وهو رفع خد المسدس من السكيورتي وفي قلق بقى جوه السفاره. ضرب طلقه نار فاندرو اللي هو القنصل الامريكي هو اللي بيقود الامريكان والمصريين ازاي يخرجوا من السفاره بامان وهو اللي بيعمل التفاوض مع الخاطف. وانت كان انا شفت الفيلم طبعا بس انا قصدي يعني انت المفروض مستني الكاميرا تهل عليك يعني فانت المفروض وهي بتهل عليك بتعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجه في الافانتيتر دوت او في الون شوت ده. هو ناسي. انا قاعد بس كده في السفاره عادي زي عادي قاعد مستني بيحصل برفع ايدي كده بحط وشي. ده صعب على بروح بروح حاجه صعبه في الـ في الـ في التيك دوت بجري برفع ايديا في وش الحيطه كده عشان خايف جدا لا يقتلوني. تعبت قوي انت في المشهد. هو طبعا والله متعب على متعب فكره جداً. انا اكتشفته لما عمل كده انه ممثل. مصطفى خاطر لما جالك السكريبت وبعد كده هسال استاذ عبد الرحمن ابو زهر لما جالك سكريبت خالد ومحمد وشيرين دياب. خالد كان في المفروض كنا هنعمل فيلم سوا وما عملناهوش قبل كده وكلمني وقال لي عايزك في دور بس مش دور ضخم يعني بس دور مهم فقال لي هبعت لك الورق وانا قريت الورق كلمته على طول قلت له انا معاك في الفيلم فعلا الفيلم حلو جدا والدور حلو جدا انا عايزه تاني يعني اشتريت الفكره على طول ما حسيتش انه ده ممكن يبقى صعب التنفيذ يعني ما هو برده ممكن يبقى مخك يروح ويجي لا طالما يعني انا مسكت السكريبت اول ما بفتحه اتفر معايا يعني انا خلصته وانا قاعد في ساعتها يبقى فيلم اكيد طالما يعني هو هيعمله يبقى اكيد هيتعمل لان هم ليهم قبل كده افلام كبيره عملوها برده يعني
فالفيلم عجبني جدا بصراحه. مصطفى قبل ما اعرضه على مصطفى كان في حد تاني صديقه وكان عرضت عليه الفكره. ما تقوليش حمدي المرغني. مش هقول لك حمدي المرغني. يبقى هو حمدي المرغني. يبقى هو اللي كان مرشح لدور دكتور سعيد. لا في الاول انا مش عارف اوصل لمصطفى حقيقي يعني. صعب قوي مصطفى. صعب جدا طبعا. صعب المنال. انا عارف. وكنت متوقع يخرج الدور بجد لانه حجم نجوميته يعني بقى عايز دور بطوله. فقلت له كده في التليفون ده دور مش كبير حجما ولكنه مهم جدا في فيلم انا اعتقد ان هو فيلم مهم. الظريف بقى ان مصطفى عجبه المشاهد وكلمني في التليفون قال لي انا هعمل الفيلم عشان المشهد الفلاني. المشهد الفلاني ده اتشال من الفيلم. وده كان سبب نجاحه. استاذ عبد الرحمن مظاهره مركز النهارده مع مصطفى قريش ملحته. استاذ عبد الرحمن ابو زهره هو كوميديان رهيب عظيم. لم يتم اكتشافه على فكره. الكوميديا ان هو ان هو لا ده انا عايز اقول حاجه بقى مهمه. بعد ما كلم مصطفى كلمني وقال لي انا عندي دور بطوله يعني من اول الفيلم لاخره. فقلت له ما فيش مانع. وبعدين بعت لي السكريبت قعدت ادور على الشخصيه لقيتها في اخر الفيلم في النهايه عند بقى. بس انا وكان لئيم قوي لما حقرا الفيلم ضروري ابقى منتسب ليه. انا من نوعيه الفنانين لما يشوفوا فيلم حلو يتمنى انه يشتغل فيه حتى لو جملتين. حتى لو انا اولا كل الجوائز اللي خدتها في حياتي كانت في ادوار مش كبيره مش بطوله بس يعني مثلا مساحه ظريفه. لكن انا ما عملتش بطولات خالص في السينما. ازاي بقى؟ يعني انا اروح السينما ويبعتوا لي وادوني الدور زي مثلا ما حصل في ارض الخوف. فاشوف الدور يا خبر فكرتيني على طول. وبعدين المخرج وانا ماشي يقول لي انت ازاي ما بشتغلش معاك انت ازاي ما افتكرتك وبعدين ما يجيبنيش تاني. انا بتكلم جد مش هزار. اكتر من مخرج يبهر بادائي في المشهد اللي بعمله وبعدين ما يجيبنيش تاني. انا نفس الكلام بالظبط. لا المره دي بقى انا اللي مش هشتغل تاني. صلى على النبي يا جماعه. مصطفى خاطر المشهد اللي انت حبيت تعمله حبيت يعني احلى مشهد بالنسبه لك رموه وهم في المونتاج. لا مش رموه في المونتاج احنا اصلا ما صورناهوش. اصلا بس اتفق يعني كنت انا وخالد الحمد لله كنا متفاهمين في البدايه. كنت انا بهزر كتير بقول افيهات كتير فخالد يقول لي بلاش الإفيه ده بلاش تقول دلوقتي. طبعا ده قاسي قسوة رهيبة على حد كوميدي يعني فيلم كوميدي. لا حد يرمي إفيه شغلته جزء من شغلته هو بيعرف امبروفايز بيعرف يرتجل الكوميديا. ما كانت إفيهات الله يخليك مصطفى ما كانت إفيهات بجد يعني كان بيجي لي كل يوم بتمرين إفيه حلوين يعني يقولهم لي أضحك عليهم هنصور ده يا استاذ اقول له لا. فكان هتصور لا 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 فابتديت خلاص ضايقت منه هروح للاحباط. ابتديت اقول افيهات ابتدى ماجد الكدواني ينفعلي يعني بيقول لي خالد ليه يا خالد ما يقول ما حلو في ايه ومش شخصيه وبتاع لغايه ما خالد قام خدني من ايدي وقعد معايا قال لي انا مش عايزك تضحك دلوقتي انا عايز الناس تصدق انك دكتور. اول ما تقول انا مش دكتور قول اللي انت عايزه. وفعلا يعني انا لما حسبتها لقيت عنده حق يعني هو صح. فاقتنعت بكلامه وفعلا اول ما ابتديت قلت انا مش دكتور واعترفت قدام القناصله واعترفت قدام ان انا مش دكتور بقى هو يجي يقول لي افيهات حلوه جدا. وبعدين في افيهات في بيبقى في لحظه مؤثره جدا فليه جاي يقول لي هنا بقى خش قول كذا اقول له ازاي يا استاذ خالد ده الناس قاعده بتعيط فيقول لي انا بقى عايزك بقى دلوقتي تضحك صريخ في السينما صريخ يعني كانك قاعد بقى في مسرح مصر صريخ مع افيهات. طب عايز اسالكم سؤال كده يعني عابر ومقتضب ماجد الكدواني تمثيله كان عامل ازاي في الفيلم؟ مش بطل يعني ما شاء الله الله يقسم بالله عالمي فوق العالمي يعني
احنا اصلا عندنا يعني مجد الكدواني ده يعني بتفرج عليه بجد انسان بسيط وبجد تبص في عينيه عنده حلم وعايز لا حقيقي جدا جدا ولولا ماجد كلنا اقسم بالله مش هنضحك يعني في واحد سند لنا الضحك لانه حقيقي جدا فكلنا بنضحك لو هو راح للهزار او راح جري ورا الافيهات او الحاجات دي والله كلنا مش هنضحك بس هو كان عارف بيعمل ايه وكان متميز جدا. انا بقى عندي مشكله ان انا اوصف تمثيل ماجد الكدواني بقى عندي مشكله حقيقيه يعني حتى انا بعت له مسج على الموبايل بعد ما شفت الفيلم حاسه انه يعني عايزه اقول له هو انت ما بتحرمش تمثل يعني هو كل مره تمثل حلو عارف حاجه يعني وصلت هو من كتر ما هو متالق دائما بجد يعني الناس بتتكلم على الباقيين وماجد يعني ورقه البوسطه انا الحقيقه بعد ما خرجت من الفيلم ده لقيت الفكره الملحه عليا على تمثيل ماجد الكدواني هو انه لما بيجوا في المعاجم او في القواميس يشرحوا حاجه يقعدوا بقى يجيبوا الماده والفعل الماضي وممثل مثله ويقعدوا يشرحوا التشخيص انا شايفه انه اي قاموس في الدنيا سهل عليه جدا لما يقول ممثل يكتب يساوي ماجد الكدواني وشكرا ما نشوفش اي حاجه وما بقيت عندي مشكلة ان انا اعبر عن اداؤه الرائع ماجد الكدواني معانا على التليفون الو معاك يا فندم معاك افتح القاموس صفحة ممثل انا سامعك وما فيش كلام يعني يوصف مشاعري ولا شيء يكتبوا بقى انسان يساوي منشد يا رب يخليك يا رب يخليك احنا نجيب القاموس من الاول بقى ونعمله على مزاجنا ماجد الكدواني اول ما قريت فيلم طلق صناعي كان ايه رد الفعل او الانطباع الاول على شغل الدياب لمسني جدا يعني حسيت ان في حاجه انا دايما اقول ان انا كان دايما عندي تحفظ على الشغل مع المخرجين اول مره من زمن يعني بقالي كذا سنه بس خالد دياب لما قعد معايا وكان محمد دياب موجود على فكره واتكلم عن الفيلم كنت انا قريب كلامه لوحده انا يعني زي ما يكون بيخرجه وهو قاعد معايا حسيت بثقه رهيبه جدا وحسيت انه انا ممكن ارمي نفسي بمنتهى الامان لانه يعني من زمان ما لقيتش كوميديا تتناول رساله زي الفيلم ده من زمان بنبحث عن المعادلة الصعبة والمعادلة الأصعب تجاري وفني فالحقيقة لقيت أنه ده أكتر فيلم قابلني في الفترة دي متوفر فيه الصفات دي يعني فحسيت أنه لا لمسني جدا يعني حابب أعمله اشتغلت معه قبل كده في 6 7 8 صح؟ كنت برضه 6 7 8 مع محمد دياب وفي ديكور وفي نفس الوقت كان محمد دياب عارض عليا فيلم اشتباك قلت له بص بقول لكم ايه انا حابب طلق صناعي وانتوا كعيله كده ليكوا عندي فيلم فانا هعمل طلق صناعي والله برافو عليك ما هو خالد ومحمد يعني عملوا تخليص حق في الاخر لا انا ماجد قايل له من وانا ما بعرفش اركز غير في فيلم واحد قلت له خلاص انا دماغي راح مع طلق صناعي واحساسي راح مع طلق صناعي ما خلاص انا حابب طلق صناعي هعمل طلق صناعي والحقيقه انه الفيلم وانت يعني حاجه كده عارف مولفين على بعض ومش قادره اتخيل حد تاني في الدور ده ابدا الحمد لله ربنا يبارك لك يا مدام دلوقتي ما قلقتش والسؤال ده لكل الحضور ما قلقتوش من فكره انه الفيلم ممكن يبقى يتوصف على انه فيلم معارض على انه فيلم ممتعد من الواقع يعني انت عارف في اتهامات جاهزه كده لاي حد ممكن يكون بيحلم او بيحاول او بيتكلم على عيوب لازم تكون موجوده في الحياه ما قلقتش من حاجه زي كده ما خفتش اي فيلم له اتهامات جاهزه اي فيلم اي عمل اي حد بيبذل مجهود له اتهامات جاهزه الفيلم لا يصنف سياسي بالمره فيلم انساني من الدرجه الاولى يعني انا ساعات بشبهها اقول للواحد لما يجي يعاتب امه معناه انه بيكرهها ولا بيعارضها ولا بيهاجمها عايز امه تبقى احسن ام في الدنيا يعني على فكره ملاحظ كتير كان يقف يديهالي خالد دياب واحنا في اللوكيشن الاقي نفسي بدمع فجاه لوحدي ايه ده بره النص يعني بره السكريبت انا وماجد كنا لا 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 ملاحظ جوه السكريبت يعني من الوصف يعني
بيوصف لي حاله يعني بيدخلني في حاله ما بيوصف فالكلام بيجيب كلام مش في المشهد نفسه لكن الكلام بيجيب كلام كان في حاله شجنيه بتصيبانه طول الوقت هو كان مدخلنا في حاله شجن طول الوقت فلا طبعا الفيلم انسان انساني بحت يعني اكتر مشهد اثر فيك وانت بتتفرج على الفيلم كان ايه حاجات كتير الحقيقة لأن هو الفيلم على بعضه حالة كده متكاملة يعني كل واحد في مكانه عامل فيلم لوحده عامل حالة لوحده يعني من موظفين السفارة للصراعات اللي ما بينهم للمونولوج اللي بقوله بره السفارة لما بخرج الولد لما في الفينال يعني الفينال ده يعني اهو على كلام حضرتك مثلا دلوقتي شوف الفينال بيحصل فيه إنسان بيتغير كل أهدافه في لحظة لما بيشوف بشر من بعد الجملة اللي بتقولها حرية الرأي هل تحب يحصل كذا 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 واحد بيغير كل فكره اللي كان ثابت عليه بقاله 13 سنة طيب عايز أسألك خالد دياب قهرك زي ما قهر مصطفى خاطر؟ خالد دياب انا يمكن يكون قهرني بس انا كنت حابب قهره يعني بس انت طيب انما مصطفى شال جواه هو مصطفى معاكم اولا انا لازم اقول حاجه مهمه يا مدام منى انا كان نفسي اكون موجود بس انا للاسف بطور ده غصب عني يعني انا لا هو مش للاسف ولا حاجه هو الحسن الطالع انه ماجد الكدواني بيمثل فيلم متوقع انه يبقى فيلم رائع جدا اللي هو تراب الماس بالعكس ده انا يعني احنا سعداء انه الفيلم ده ده هو ده بالعكس ده احنا سعداء ان انت بتصور الفيلم ده احنا معانا الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره معانا الفنان حبيبي يا استاذ يا حبيبي يا استاذ مساء الخير عليك يا استاذ الله يخليك ازيك يا ماجد ازيك وحشني وحط كل تقدير واحترام وتحيه يعني ده هي مصطفى خاطر دايما اقول له يا مصطفى ربنا هيكرمك بزياده لان انت انسان متواضع وفنان حساس وذكي وشاطر ده هي لا يستاهل كل خير ربنا يخليك يا استاذ بنتعلم منك يعني طيب ماجد الكدواني احنا كمان انت في حياتك قابلت حد زي اندرو عشان اكرم الشرقاوي كمان معانا في الحلقه دي قابلت حد بكم السواد اللي جوه اندرو ده كم الغلاسه الله الله لا ابدا لذلك بحييك حبيبي اكرم ده برضه حاجه يعني جميل يعني على فكرة يعني أنا بشكر خالد دياب وبحييه على الكاستنج لأنه ده برضو ذكاء أنه إزاي أحط كل شخصية التسكين ده صعب قوي يعني هو اللي شايف الفيلم ده كله ده حقيقي طيب أنا سؤالي الأخير للفنان ماجد الكدواني بما أن معانا آل دياب كلهم خالد ومحمد وشيرين ومحمد وشيرين كمان يا دي الهنا المهم انت اشتغلت معهم التلاتة فمن باب يعني طبعا. من باب الاسفانه بقى مين الطف واحد اشتغلت معاه خالد كلهم حاله واحده لا لا لا, لا 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 اكيد في واحد فيهم متحكم زياده اكتر حد اشتب يا ماجد عادي مش مشاكل لا كلهم حاله واحده كلهم عندهم اصرار رهيب كلهم عندهم حساسيه عاليه جدا عندهم ذكاء عندهم احساس فظيع يعني يعني طب هسهلها لك مين عنيد اكتر خالد دياب ولا محمد دياب يبدو خالد دياب ولكن عنده المرونه الكافيه لانه يعني ياخد اراء ناس ويغير رايه بسهوله لما يقتنع لكن هم كلهم فيهم صفه واحده لازم يعملوا اللي في دماغهم اللي هم شايفينه ثم فيما بعد نناقش لكن لان هم بيبقوا شايفين وعارفين وده على فكره بيدي ثقه للممثل يعني ديكور مع شيرين دياب 6 7 8 مع محمد دياب طلق صناعي مع خالد يعني بس انا شكلي بص هم بيشفع لهم حاجه واحده ان هم فنانين وموهوبين جدا 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 فبنضطر نغفر لهم كل الحاجات طب انا عايز اقول له حاجه بقى اتفضل بالمناسبه ازيك يا ماجد عامل ايه شيرين ايه الاخبار عايز اقول لك حاجه بمناسبه الاتصال ده انا بدايه كتابتي اول حاجه كتبتها في حياتي فيلم اسمه مفيش فايده كنت اديته لمحمد عشان يقراه
بالصدفه كان بيشتغل في 6 7 8 مع ماجد الكدواني. قرر ماجد الكدواني يوم عيد ميلادي لقيت اتصال من نمره شكلها نمره يعني كلها شبه بعض متساويه كده بالظبط. برد لقيته هو اللي بيكلمني وقاعد يشعر نص ساعه. انا قعدت اعيط المكالمه بعد المكالمه دي مش مصدقه نفسي. ولما قابلته في دبي قلت له انت من اكتر الحاجات اللي خلتني اكتب في حياتي. ماجد الكدواني، ماجد الكدواني كل اللي شاف الفيلم ده وكل اللي شاف اعمال قبل كده خلاص عنده يقين وتاكد انه واحد من اهم ممثلين السينما العربيه عندنا هو ماجد الكدواني. بشكرك على الفيلم ده وعلى كل حاجه عملتها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ماجد الكدواني. ناخد فاصل ونرجع تاني. بعد الفاصل نرجع تاني. نزل حواجبك. قول يا رب ربنا ما وقعنيش في الراجل ده. انا هعرض لكم واحد من احلى المشاهد في الفيلم واكسكلوسيف وحصريه. وهنحرق لكم الفيلم. اتخانق؟ طب انا عشان كده قلت عشان عارفك انت ازاي هتقفشني. هو مش ده اختلافنا، انت نسيت. على فكره دي من اصعب الحاجات. ماجد انا لو عندي فيلم بطوله واحده ست لازم هجيبك انت. باعلى صوت في العالم في وسط اللوكيشن. ومثلا ده كان ثالث يوم تصوير ليه افتكرت؟ لا والله. برضو ما انت ما تحذفلكش مشاهد. لا ما لا ما كانش يقدر. لسه مع طلق صناعي. طلق صناعي هو حل طبي ممكن يلجأ له الدكتور، انما كمان حيلة درامية لجأ لها آل دياب لصناعة واحد من اجمل افلام 2018 ان شاء الله. كمان أكرم الشرقاوي، أنت كوميديان بدايتك كلها كوميديا، وما أعتقدش أن حد وظفك في دور زي فيلم طلق صناعي اللي حصل. أنا كنت مستغرب برضو أستاذ خالد، بس كوميديان هو كان ماشي معايا من أول التصوير، قبل التصوير كمان وإحنا بنقرأ سكريبت مع بعض. أنه هو نزل حواجبك. إيه؟ خليك ارفع ظهرك، نزل حواجبك، عشان عندي إكسبريشنز كتيرة في وشي. فهو هداني جدا وكنا ممشينا ده من يوم البروفا. يعني يوم اول البروفة. يوم قابلته في حياتي ما اعرفوش. يعني اعرفه بس شكلا ان هو من البرامج يعني لاسوستا وتفاهم وعرض كبير. وعرض كبير. طبعا هو مش بيحب شغل. في البروفا لقيته يصلح 100%، بس عنده شويه حاجات كده محتاج يتخلص منها وهيبقى هايل. طبعا كان في ناس بتقول لي طبعا اكرم مش ممثل. انت ما مثلتش في دور قبل كده صح؟ اكرم مش ممثل. انا يعني فخور وسعيد بالنتيجه اللي وصل، يعني دور اندرو اللي هو عمله بجد متصدق بطريقه. يعني انا كنت وشاتي مجروحه ان ده في الاخر شغلنا مع بعض، انما الفيدباك على عليه هو اكرم كان اندرو جدا يعني. يا مش ممكن. حضرتك حتى قلت ايه الرخامه. هو بيلعب دور قنصل الغتت اللي اي حد دخل سوق معقد أمريكا. اصلا ده هو معقد مع زمايله، مش بس مع اي حد بيخش سفاره امريكا. جامد ما عندوش هزار. اي حد دخل سفاره امريكا بيبقى شايف شبابيك كده، بتلاقي مثلا واحده شكلها كده ظريفه بيقول يا رب اخش على دي، بلاش الراجل الرخم اللي شكله هيدي رفض ده. فانا كنت عامل اندرو هو الشخص الرخم اللي 100% هتاخد عنده رفض، اللي هو انت لما انت بتبقى قاعد في الويتنج قاعد تقول يا رب ربنا ما وقعنيش في الراجل ده. فهو عمل ال ربنا ما وقعنيش في الراجل ده. انا متهيألي انه هو ده اكتشاف كمان يحسب لكم. يعني اكرم اكيد يعني هياخد طريقه في التمثيل الدرامي سواء سينما او تلفزيون خلال وقت قصير جدا. عمل حكايه بنات اكشن عنده صح ينفع. واكرم عمل حاجه كمان جديده في الادوار اللي زي دي، قدم الدور ده بشكل جديد. يعني دايما الدور ده بيتلعب بكليشيه برخامه بتاع، هو عمله بشكل طبيعي وما كانش بيمثل. مش معنى كده ان هو رخم ده عسل. بس هو يعني ايه يعني هو رخم؟ انا ما قلت انا عشان كده قلت عشان عارفك انت ازاي هتقفشني. بجد بجد من اصعب الادوار، والله من اصعب الادوار. واكرم بجد انا انبهرت بيه بجد، ممثل عارف بيعمل ايه وتقيل والله. يعني انا مش عارف يعني ازاي اول مره يمثل حاجه زي كده، بس هو لا ده جامد جدا. كان ان جدا جدا وعمل شغله وطبيعي جدا. هو بيمثل وسايب ايده يعني ما بيمثلش، ف
وهو التمثيل كده. محمد دياب بقى كمخرج مش كشريك في الكتابة، ايه احلى المشاهد اللي انت شفتها على الشاشة بعد العرض؟ كمخرج اولا زي ما بقول لك كده، طبعا انا كنت اخرجت قبل خالد، انا اخرجت اول حاجه من 2010 6 7 8 وبعدين اشتباك. فالعلاقه الاول انا كنت الفت، كنت بشتغل، احنا الثلاثه مش خريجين فن، فانا الفت وبعدين خالد انضم وبعدين شيرين. وعلى فكره القصه اللي بتحكيها لك بتاعت ماجد الكدواني دي، لان انا كنت الاثنين لما فكروا يالفوا كنت انا رافض جدا، يعني كنت بقول لهم لا ده قرف اللي انتوا ما تفكروش، مش عايز طبعا. انت كبير يا محمد صح؟ اه بس مش عشان كده، انا عايز اقول لهم ان الموضوع صعب ولازم تبقى فعلا موجود. لما بقى كمان انا اخرجت في خالد فكر في الاخراج، عايز اقول لك انه بقى عامل زي فيلم مسلسل لن اعيش في جلباب ابي، يعني ما ولا سالني ولا مره، ولا انا ما رحتش التصوير نهائيا، كان يسال اي حد يعمل ايه، كان مستني اخوك كبير هو اللي يطل لوحده، هو اللي يساعده لوحده، عايز يعتمد على بالعكس ممكن يتوتر لو محمد جه. يعني مثلا واحد لما بيجي يبدا لو حد تقيل موجود ممكن يخاف، ممكن يبقى متوتر، يجي يبقى عايز يعمل حاجه يخاف يعملها عشان محمد ممكن ما تعجبوش. فانا شايف لا بالعكس، هو ما يجيش يشتغل براحته الا خاطر. لا 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 ده خاطر، ده يعني هايل. انا بس انا زعلان احنا فوتنا ما اتكلمتش عليهم هما الاثنين، اتكلم على اكرم شويه. انا بقول لخاطر دايما جمله بيني وبينه، انت ممكن تبقى عادل امام، خاطر عنده نقطه في الضحك نجيب الريحاني اللي هو يرمي افيه سم الناس بتموت على الارض. عليك هو مدرسه نجيب الريحاني ده. ايوه صح صح، بص هو من غير ما يبتسم ده تكنيك في الضحك رهيب، ده اللي عامله في الفيلم، بيرمي بيقول كلام طالع. نسيت اقول لك بس هو قال لك في الاول ايه، ان احنا كان في اختلاف بسيط، لو كانش بسيط خالص كنا متضايقين من بعض والموضوع كان قفش يعني، خنقته يعني. لا مش خناقه بس كان قفش، ممكن ده يكون من وجهه نظره هو، لكن بالنسبه لي انا عادي، لان هو مخرج وانا في الاول وفي الاخر والله بسمع كلام المخرج. بس انا مش عارف ليه بيشيل لي، انا طالما عامل افيه من الشخصيه وحلو وان بيشيله ليه؟ هو كان معتقد ان هو عندك حق درجه الاستاذ ماجد الكدواني اللي هو راجل بقى راجل علامه يعني. اتضايق لي يعني. زي ايه افيه زي ايه كان حلو وخساره انه ما اتحطش؟ لا انا اقول لك، مش هقول لك ايه، هقول لك ان انا كنت شايف الافيهات دي، افيهات المسرح جميله وبتضحك على المسرح، بس افيهات المسرح مختلفه. معترض هو، معترض افيهات السينما. هو مش ده اختلافنا، انت نسيت. طيب انا نسيت، انا بقول افيهات مش مسرح خالص، زي بنفس الشكل، بس الفرق يعني هو وجهني في ما تقولش دلوقتي افيه، اجل شويه الافيه لغايه لما تعترف ان انت مش دكتور، قول اللي انت عايزه لان انت خلاص اعترفت، فهنا الافيه هيبقى دابل. صحيح. فاحنا لازم نفرش قبل ما نرمي. ولما كمان يا مصطفى تكنيك المسرح انت بتتكلم، فرش الافيه ده لما دخل ركب شخصيه سعيد بقى اي حاجه بيقولها سعيد، في الاول كانت لسه ما مسكش الشخصيه 100%. انا بقول الكلام يعني مسك الشخصيه بقى يضرب 50 افيه، بقى ساعات يقول افيهات وهو ماشي كده، اقول له ايه تعالى بقول ايه، تقول ايه حصلت. ايوه تعالى بقول ايه، ده يتقال بقى، يقول لي استاذ انا بهجص، بقول له بهزر، انا بهزر، قال لا قوله كذا حاجه بقى والله. هو كده خايف خلاف يعني، هو الافيه اللي انت عايز تقوله. لا لا بس اللي يوضح ان خالد كان توليفته صح، واعتقد انك تتفق معايا، الناس لما تتفرج على الفيلم هتستغرب، الفيلم ضحك من اول لحظه لاخر لحظه، ضحك هستيري يعني. قصدي انت لما تشوف الفيلم النهارده، انا مش قاصد مش متخيل ان السندوتش ده يخش فيه اي افيه تاني، انا قصدي فعلا توليفه مش طبيعيه. وعلى فكره دي من اصعب الحاجات، ان انت كنت تقدر تعمل زي ما انت بتقولي كده، ودي خالد جريء جدا فيها، مشهد انا بوصلك لحظه العياط، ماجد الكدواني مضروب مش عايز احرق، وانت بتقول له الجمله الرهيبه اللي هي ولا عايز نعالجك انت كمان، مش ممكن. هو ده كان يا خبر ابيض، ده كان افيه صريخ في السينما، مش طبيعي. مصطفى خاطر كان له مشهد، لو اتفرجت على الفيلم هتشوف كل مشاهد مصطفى خاطر، انما مش هتشوف المشهد اللي هنعرضه دلوقتي، لانه مش عارفه ليه خالد دياب شاله من الفيلم. مي كساب، وعايز اتكلم عليها كده طبعا. مي كساب كان ليها دور كبير، وكان المشهد اللي كان مصطفى عامل عشان خاطره الفيلم كان مع مي كساب. مي كساب ممثله هايله، وعامله المشاهد اللي ليها في الفيلم بتموت من الضحك، لكن لحسن الحظ ولسوء الحظ، لحسن الحظ ان هي كانت حامل، فصورت معانا مشاهد وهي في الثاني ومشاهد وهي في التاسع، فكان ابتدت مي كساب تبقى حامل اكتر من البطله الحامل. يا حامل توأم.
تعرفي توليني؟ اكسكيوز مي اي لوك ا نيرس يو ار دكتور يو برينج بيبي ايه يعني انا شكلي تمرجيه انت اللي دكتور يبقى انت اللي تولدها ايها الوغد اهو انت اللي ايها الوغد معاك ضد خالد دياب على فكره بس معلومه مشهد حلو معلومه بس عارفة. يعني وحقيقي من شخصيتها وشالوا البيت معلومه بس انا طول انا بحب الضحك جدا طول الفيلم بوقف نفسي اني ما اسمحش بانفجارات الافيهات لان في جرعه دراما لو قلنا افيهات بحته صح انت حسيتي بجرعه انسانيه في الفيلم صح الناس كانت يعني الواحد يعيط ويضحك ففي حاله الناس قالت لي حاله اسمها بسطره يعني من السخونيه للسقعه يعني ناس بتعيط وناس تضحك فكان لازم احافظ على الحاله دي لو فتحناها بقى على البحري طبعا هو جرعه الضحك كبيره جدا ده 100% الفيلم لو تصنيفه كوميدي انما لازم احافظ على الجزء الدرامي الرابط اللي هو كان بيلعبه ماجد الكدواني اللي قعدت اتكلم عليه من هنا لغايه بكره طبعا انت قلت اكسبريشن رهيب افتح القاموس ده ما اقدرش اعلي عليه لسه زايد عليكي بس مش عارف محمد عنده مصطلح على ماجد الكدواني دايما بيقوله له قول له بتاع ماجد انا دايما بقول لماجد انا لو عندي فيلم بطوله واحده ست لازم اجيبك انت هكلمك الاول عايز اقول نقطه حاجه عملنا فيلمين ورا بعض في وان لوكيشن فيلمين طبيعه الفيلم الوان لوكيشن بالشكل ده وفي ممثلين كتار معناها ان كل ممثل انت شفته بيعمل 20 مشهد في الفيلم هو موجود طول الفيلم في التصوير فالممثلين الكبار والعظام صحيح معلش انا هو انتوا ليه على طول مزنوقين كده في التصوير ده طبيعي محمد دياب عامله في عربيه ترحيلات وخالد دياب عامله في صاله في السفاره هو انتوا ليه فكرتين هو ما بتصوروش على نفسكم ليه تصوروا على البحر تصوروا في الصحراء يعني مالهم على طول كده في تحدي اخراجي كبير لا ما هو ما ممكن المكان ساعات بيبقى البطل ده برافو ايوه بس يعني هم على طول بيصوروا في اماكن ضيقه وانت عملتي ديكور برضو على قدك حندوق كده لا لا مش حندوق ليه 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 الجزيره الجزيره عسل اسود وانت برضو محمد عملتها في جزيره ما تعملها ايوه برافو عليك هم يلاقوا تبقى الدنيا واسعه يقوموا جايبين اضيق حته ومصورين فيها انا عايز ارجع تاني لحكايه الضحك والافيهات العمل مكتوب بشكل مشبع في المواقف وفي الإفاهات أيوة وبيقال يعني إن الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده يمكن لو كان ساب مصطفى يفرد وساب واحد تاني كانت هتقلب بالعكس كان هتقلب بتهريج يعني أنت مع خالد دياب على مصطفى خالد جداً ما سواء مصطفى أو غير مصطفى إن العمل والله مش عاطي فرصة للممثل إن يقول من عنده يعني كل شخصية شبعانة تمثيل وشبعانة إفهات فمش مفيش داعي يعني ما انت ما تحذفت لكش مشاهد يا أستاذ عبد الرحمن نعم ما انت ما تحذف لكش مشاهد لا ما لا ما كانش يقدر صراحة حلوة صراحة في معلومة أنا مصطفى اتكلمنا بعد الفيلم وأعتقد غير وجهة نظره تماما قال لي في حاجات كان عايز يقولها بطرق معينه زي مثلا الافيه اللي في التريلر هو كنت طلعت يعني كنت انا بقول له قولها جد قال لي هنا انا هقلد استاذ عادل امام مثلا فاكر القصه دي انا خايف ما الافيه ما يتفهمش يعني برضو فيلم الارهاب والكباب من فتره ده عجبني الافيه ده جدا تفتكر من كام سنه كده يا مصطفى من اكتر من 25 من اكتر من 20 سنه من 25 سنه كنت انت في سنه كام ساعتها؟ مش 15 سنه يبقى كان عندي كام؟ في الاعدادي ثانوي دخلنا السينما طبعا ده حاجه علامه من علامات السينما بما اننا بس بنتكلم على حاجه رائعه لازم نوجه كل التحيه والاحترام لجيل عظيم على راسه استاذ وحيد حامد والمخرج شريف عبد يعني دول كده نسميهم دول اعضاء مجلس اداره السينما يعني عارف مع اختلاف الاجيال ما ينفعش لما نقول بس اطار واحد ان احنا وكان تكريم وحيد حامد في نفس الدوري متفقين جدا طبعا حاجه عظيمه الاستاذ عادل امام طبر كمان معانا ده اكيد يعني اكيد عادل امام لازم نشترك مع
معاك في حاجه. لا استاذ زي ما قال امام ده معدي كل حاجه يعني. هو يعني هو الشغلانه يعني ابنه بينتج لنا مسلسل دلوقتي خليه يزعل ويقفش عليا يعني. اه هو انت رامي امام بينتج؟ اه وانت شغال معاه ايه بقى؟ مع رامي؟ رامي مخرج انت ايه؟ لا رامي منتج. اه وانت اللي هتخرج؟ وانا والراجل ده وشيرين بنالف. اه وعمرو سلامه بيخرج المشروع. ايه اللخبطه دي؟ اربعه مخرجين. العمل ده يبقى فيه مذبحه بالظبط، يبقى فيه خناقات كتير في العمل دلوقتي. والله يعني الدنيا ماشيه كويسه قوي، علاقتنا كلها ممتازه يا رب. فانا كنت بقول الافيه كنت عايز اقوله باداء عادل امام عشان يتفهم على طول، ما يعني ما ياخدش اجابه وعشان الناس اه الرهاب والكباب فممكن حد يفتكر. ما تفتكر خالد قال لي والله يعني هيفتكروه على طول، فانا كنت قلقان من كده، فكنت عايز اقلد الزعيم عادل امام. بس في الاخر ما اقتنعتش بكلامه يعني، قلت خلاص ماشي وهعمله زي ما هو عايز. طلع اللي هو عايزه احسن بكتير، وانا قلت له طبعا. طيب كنت بسال ايه احلى مشهد بالنسبه لكم لما اتفرجتوا على الفيلم استاذ عبد الرحمن؟ الشخصيه اللي بيقول والله انا مسيحي، والله انا مسيحي، وبعدين بيعمل ادعيه مسيحيه مع ادعيه بتاعت المسلمين، ده شيء رهيب جدا. وحلل وبعت رسالة جميلة جدا ان اللي دول ودول بيدعوا لربنا يعني. انا مش عارفة المشهد اتكتب ازاي. مش عارفة ازاي اتكتب. بعد الفاصل هنعرض لكم واحد من احلى المشاهد اللي في الفيلم واكسكلوسيف وحصريا، وهنحرق لكم الفيلم قبل لا 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 الفيلم هيتشاف هيتشاف بعد انا شايفه ان النتيجه النهائيه للفيلم احسن من السكريبت 10 مرات. انا بجامل نشهد العروسه يا مصطفى. امال بشوفها. استاذ عبد الرحمن ابو زهره، ايه اللي خلاك تتخانق مع خالد دياب؟ بكره الصبح هقول لك انت مين. سقطوا منك واحد ورا الاخر يا خالد. قاتل ليه صور طبعا مساكين. بس ما حدش قفش. يا عم احكي الموقف. سال عليك اميزنج. انت سرقت الكاميرا من مصطفى. عايزين الكاميرا بقى معلش. في حلقة كوميدية في فيلم طلق صناعي، المخرج والمؤلفين طبعا بيستعرضوا نماذج من ناس عايزة تاخد يا اما تأشيرة يا اما هجرة، المهم يعني عايزين يروحوا لبر الأحلام أمريكا. وبحالة من السخرية شايف في ناس كتيرة جدا بتحاول تدور على الحجج اللي بتحبها أمريكا لما تيجي تدي لحد فيزا أو إذن سفر يعني. فاللي مضطر يقول إن هو شاذ جنسيا وهو سوي جنسيا، واللي مضطر يقول إن هو مضطهد يعني. كمية الموظف الأمريكي شايف إن المصريين دول بيكذبوا، المؤلفين بيطلعوا انهم عاملين بيتحايلوا، هو بيعمل أي حاجة عشان ياخد بس تأشيرة السفر وبعد كده ربنا يحلها. في مشهد من اجمل مشاهد الفيلم اللي هو محمد محمد عبد عامل جورج بس هو ده المشهد. ففي الانترفيو هو عامل فيها، هو مسلم محمد عبد التواب، انت الورق بتاعك بيقول انت مسلم ومعاك اي دوكيمنت تقول انك مسيحي بس، فهو بقى بيدعي ان هو مسيحي طبعا. اندرو طبعا هارش بقاله 7 سنين فعارف اللي بيقول الحقيقه واللي بيكذب، فطبعا اندرو هارشو بس ده المقدمه للمشهد. المساله كلها في اطار كوميدي ساخر جدا لما اندرو هم بقى محتجزين وفاضيين ومش لاقيين حاجه بيعملوها. اديني اي اماره، طب صلي، طب ادعي ربنا ان ربنا يفرجها علينا. طب ادعي لنا ان ربنا يفرجها علينا. انا موت موت فيه قوي. لا انا بشكر شركه الانتاج طبعا ان هي سمحت ان انا اعمل ده. شركه الانتاج برضو زي ماجد الكدولي كده معانا، اول فيلم اللي هي نيو سنشري باستاذ وليد الكردي، زين الكردي عماد سيد احمد، كلهم وقفوا جنب الفيلم وقفه قويه. واحنا قال دياب حقيقي، اول فيلم محمد دياب كتبه في حياته احلام حقيقيه نيو سنشري، اول فيلم اخرجه نيو سنشري، اول فيلم شيرين كتبته نيو سنشري، اول فيلم انا اخرجته نيو سنشري. فاحنا حقيقي حاسين بامتنان، واحنا مش هقول لك نملك بس احنا يعني اولاد هذا المكان بيدعمونا وبيدعموا السينما في اوقات يعني. فاكره كده كان في وقت كده ما كانش في حد بينتج خالص لان السينما ما كانتش بتجيب فلوس، وهم برضو بيستيل كانوا شغالين منهم من دافع حب السينما. ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. انا شفت المشهد ده وهو بيتصور وليه معاه واقعه.
اتفضل. لان الممثل كالبز اللي بيمثل كان عايز يقوله بشكل معين وكان بيهزر شويه, فهو خالد خانه كتير وهما بيعملوا المشهد دوت, وخالد مصمم يقوله بجد, يقول الكلام ده بجد, وكالبز عايز هو دمه خفيف وكوميدي فعايز يهزر. فلا خالد اتخانقوا مع بعض ما شاء الله وما صوروش المشهد يعني ما لا 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 مش هتوصل بعد وما صوروش المشهد وما صوروش في نفس اليوم. وجي بقى كالبز بعد كده يعني جه مقتنع بقى خلاص هيعمله وعمله حلو جدا جدا. طالما جبنا سيره كالبز بقى ده يعني هيبقى ممثل كوميديان يعني هو شاطر جدا وانا متنبه له المستقبل. كان هايل في اشتباك حصل نفس القصه اللي هو بيحكي اشتباك مشهده الاساسي حاولنا اول يوم ما عجبنيش مع انه كان عبقري المشهد, بس تاني يوم عملناه بشكل احلى بكتير. ودي عشان كده في اختراع اسمه مخرج. المخرج هو الشخص اللي شايف المشروع من بره وقادر يقول لك انا بقول لك ده كفايه النهارده الدرجه دي تمام علي وطي. وعشان كده انا بقول لك الفيلم ده بالذات خريطته بتاعت الضحك والعياط او التاثر مرسومه براعه شديده من خالد. احنا كتبناها على الورق بس انك تقدر تعملها بالشكل ده كانت حاجه صعبه. عايز اقول لك ان انا بعد ما خلصنا السكريبت انا شايفه ان الفيلم كنتيجه نهائيه احسن من السكريبت بكتير. ده حقيقي والله العظيم. ثلاثة مع عشان اخويا اقسم بالله. بيجاملوك عشان اخويا؟ لا لا لا, لا. احنا ما تعرفينيش انا في المجامله. احنا متفاجئين تماما ان الفيلم. بصي احنا غالبا ما بنطلعش مبسوطين يعني الحاجات اللي بتتشال انت بتبقي شايفه مين احلى ومين. انا شايفه ان النتيجه النهائيه للفيلم احسن من السكريبت 10 مرات. انت مش تعملت معانا مرتين شفت انا بجامل. مين شهد العروسه يا مصطفى؟ امه شفتها. مين؟ لا ايوه يعني عد من عيلتها. لا انت قلت امها خلاص. ايوه مش بسال. استاذ عبد الرحمن ابو زهره ايه اللي خلاك تتخانق مع خالد دياب؟ اتخانق؟ افكرك يا استاذ عبد الرحمن ايه خناقه استاذ عبد الرحمن في اول يوم تصوير لسه ما عرفوش ما شفتوش ففي نص اليوم ده خليه هو بقى اللي يحكي من. لا والله ما فاكر. مش فاكر. لا 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 اقسم بشرف. أيوة. هو مش فاكر هو مش بكره الصبح هقول لك انت مين. احنا بعد 6 ساعات تصوير جاء بقى المشهد بتاع استاذ عبد الرحمن ابو زهر فبنعد بقى من الدي بي طبعا فيكتور كريدي بطل عبقري ونفسي تسألين على المونتاج عشان ما تزهقش لان دول عايزين الفيلم ده يعني مراحل صناعه اي فيلم بتبقى 3 مراحل كتابه يصنع الفيلم في الكتابه ويصنع في البرودكشن اثناء التصوير ويصنع في المونتاج يعني لو انت بوظت الدنيا في التصوير ممكن تلحقه في المونتاج وده اللي حصل وبشكر المونتير العظيم اللي يعني الشركه بتاعته كلها عصام سلامه وشريف فتحي الناس دي كلها قعدوا يمنتجوا في الفيلم سنه عملنا نسخه من الفيلم ساعتين ونص اول نسخه من الفيلم ساعتين ونص ساعتين وربع ساعتين الا ربع ثم وصلنا للنسخه اللي هي 85 دقيقه لما شدينا وشلنا اللي بقى طبعا ده انا نايم ده هو حضرتك ده أزعر وانا نايم ايه ده انت سقطوا منك واحد ورا الاخر يا خالد ده انتوا ميتين مجهد ليه هي ملحمه انتوا مصفاره ده لسه ماجد موجود وكل اللوكيشن كان نايم ما هو المشكله في الفيلم دوت ان كلنا موجودين في المكان ما فيش حد بيروح اوضته يرتاح لان كلنا في اي مشهد وخاطر ليه صور طبعا مساكين بس ما حدش قفشها يا عم احكي الموقف هنرجع للصور دي بعد 6 ساعات تصوير استاذ عبد الرحمن ابو زهره دخل اللوكيشن انا ما اعرفش ان هو وصل وعنده المشهد اللي جاي ولسه مخلص المشهد اللي في ايديا والظاهر ان هو ايه اتاخروا عليه 10 دقائق باعلى صوت في العالم في وسط اللوكيشن ومثلا ده كان ثالث يوم تصوير ليه افتكرت؟ لا والله برضو طيب باعلى يا استاذ خالد انت مساعدينك دول كلهم صفر طبعا ده موجه ليا بس انت مساعدينك كلهم صفر ايوه صح افتكرت ايوه افتكرت صح ايوه لان في معال مساعد ومعال مش عارف ايه مواعيد دول اللي بيمشوا المركب كلهم تايهين ورميين في جيل جديد بقى يا استاذ عبد الرحمن ايه جيل جديد بقى لا وانا ما وعاش على كده على فكره طبعا هم كانوا شاطرين جدا انا عايز اقول لك ملحوظه مهمه جدا اتفضل انا فعلا جيل ملوش علاقه بالجيل اللي موجود ومشاهداتي ضعيفه جدا
لدرجة ان مصطفى ما قابلته يا سلام فاكر ان انا فاكر ان هو بقى اول مرة يمثل وحشجعه لقيته بيقول لي نصايح عشان امثل ف بيهزر والله والله الاستاذ برضو اول مره ما يعرفش اسمي لحد دلوقتي وأبهر لا انت حاجه شرقاوي ايوه صح مش هقول لك حاجه عرفه وقال له عرفه وقال له حاجه شرقاوي انا ما يعجبنيش استاذ عبد الرحمن طايح فيكم كلكم على فكره انا ما بشتغل في عمل ما اعرفش ببقى بتوحد معاه بشكل غريب يعني يهمني الماكير ويهمني المساعد اللي مش عارف ايه ويهمني الستايلست ويهمني الحاجات ولو اهمله ازعق انا مره زعقت المخرج لانه عمل بريك ساعه وقعد ساعه ونص انا بحس ان انا مسؤول عن العمل ما اعرفش دي عاده قبيحه لا انت بتبعت تروح لا انا صورت المشي بيقول لك ده بيقول لك ايه بيقول لك انت بتبقى عايز تروح ما سمعتش انا دلوقتي قاعده احنا جامدين طبعا بس للاسف خبرتي القديمه دي ما بعرفش الوجوه الجديده ابدا لدرجه انا مش عارف ولا واحد في الفيلم انا رحت صورت مشهدي وكان ايه فجوه دي فجوه انا فجوه أيوة. انا بقول لك دايما انا قادم لكم من القرن العشرين ولا علاقه لي بالقرن الواحد والعشرين ايوه انا معترض لا انا هقول لحضرتك على حاجه هم كل اللي على الترابيزه مش بس يعرفوك هم بيعرفوك وبيحترموك وبيقدروا تاريخك كله دي حاجه الحاجه الثانيه انا هستشهد بحد كان عنده 15 16 سنه كان معايا في السن يمكن يكون نجمه المفضل هو مصطفى خاطر يمكن من عشان السن انما انا لازم اقول التعبير اللي اتقال حتى بالطريقه الانترناشنال يعني لما ظهر عبد الرحمن ابو زهره في دور رئيس الوزراء في فيلم طلق صناعي اللي عندها 15 سنه دي قالت لي مين ده هيز اميزنج وكانها الفجوة في صناعة وحرفة التمثيل بسأل عليك اميزنج طب بقى ميزنج دي شتمة ولا مديح لا مديح مدهش مديح ففن التمثيل والصناعة دي لكن كانت مبسوطة مني جدا قالت اميزنج ده عايز اقولك بقى ان انت سرقت الكاميرا من مصطفى عايزين الكاميرا بقى على ده احنا داخلين لبعض قفل احنا قلبنا مسرح مصر احنا قلبنا كله يعود لقواعده احنا فيلم طلق صناعي فيلم في حماس كتير جدا انا ملاحظ ان الفيلم كوميدي والقعده كوميدي ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي عايز اسال سؤال له علاقه بالرقابة هل فعلا الفيلم ده تعثر نسبيا قليلا لبرهة؟ هقولك احنا اتفقنا مع الرقابة ان احنا هيبقى الحكي بالطريقة دي ان النسخة النهائية من الفيلم احنا نسخة احنا راضيين عنها بجد واعتقد شفتوها كلكم والناس تشوفها وهي نسخة فيها مساحة بالنسبة لنا احنا راضيين على هذه النسخة بالكامل فانا مش عايز اتكلم على الاحزان والمشاكل انا اتكلم على الحاجات البوزيتيف ايجابيه ان طبعا انا في الاخر انا مبسوط وان الفيلم ده عدى وشايف ان في مساحه الناس بتقول لنا كلهم بصراحه يعني الفيلم ده بيعبر عن وجود مساحه كبيره من الحريه في التترات الفيلم شفت شكر من صناع الفيلم الى وزاره الداخليه واضح ان هي قدمت لكم مساعدات في الفيلم ده او كان في لوجيستكس وكان في شكر كمان لعدد من الشخصيات العامه مش عارفه يعني انتوا كان في شكر بتهيألي شكر لمحمد سامي المخرج شكر لخالد يوسف شكر لعمرو سلامه ومصطفى حلمي وشريف نجيب ايوه محمد فهمي وشريف بدر الدين كلهم احنا الفيلم كل دول ساعدوكم في الفيلم طبعا مساعدات طبعا. على مستويات مختلفه 100% طبعا في ناس ساعدت حتى لما الفيلم كان سيناريو كان في اصلا حتى هو بياخد تصريح ان هو يبقى سيناريو
كان في صعوبات وكان في ناس بتقرب وجهات النظر، منها الناس اللي انت ذكرتيها، في منها ناس كتير وفي منها كانت بتقرب وجهات النظر في الاخر، بس زي ما قلت لك الناس دي كلها تشكر، زائد الرقابه ان الفيلم ده نزل بالشكل ده. وعلى فكره ناس كتيره جدا النهارده كل ما بتشوف الفيلم تقول لنا احنا مش مصدقين ان الفيلم ده موجود في وقت زي ده، بالعكس وبيدي مؤشر ايجابي جدا على البلد كلها. طيب قبل ما انسى لازم اقول، وانا حاولت اكتبهم يا رب ما اكون نسيت حد، اللي هيتفرج على الفيلم هيكون عايز يشكر بيومي فؤاد، هيكون عايز يشكر سيد رجب، هيكون عايز يشكر حرية فرغلي، هيكون عايز يشكر محمد فراج وإنعام سليسة. متأكدة أنه في ناس ممكن تبقى زعلانة أن لها مشاهدة شالت، أكيد يعني كلهم كل واحد فيهم نجم في منطقته، كل واحد فيهم له مساحته المتميزة، يمكن يكونوا زعلانين في مشاهدة أسقصت من الفيلم، إنما أنا متأكدة أن هم لو رجعوا لورا شوية واتفرجوا على الفيلم من غير ما يبقوا مفكرين هم جزء منه أكيد هيستمتعوا بيه، وأكيد هيحسوا أنه وهج الفيلم اللي طلع بيه يمكن يعوضهم شوية عن مشاهدهم اللي اتشالت. أنا متأكدة من ده. السينمات لو حضرتك اتفرجت على الفيلم وانت في دار عرض سينمائي من أول 5 دقايق هتدرك أن انت أمام فيلم مليان تفاصيل، فيلم بيخليك تفتكر حاجات مضايقاك في بلدك، بس كمان تفتكر أن انت بتحبها قوي، وتفتكر أنه مع كل كفة ميزان بتنزل من أوجاع أو هموم أو مشاكل أو عقبات أو سخافات موجودة في بلدك، فأنت في اللحظة المناسبة الكفة التانية اللي فيها كل الحب وكل الرصيد هي اللي بتطب في الآخر. بشكر كل صناعي، محمد دياب، خالد دياب، شيرين دياب، عبد الرحمن أبو زهرة، أكرم الشرقاوي، ومصطفى خاطر.